الأغنية اللي تعطيني طاقة إيجابية لازم يكون في لها أسباب كثيرة علشان هالطاقة الإيجابية هذه تلامسني. أولاً لازم هذه الأغنية تكون متعلقة بشخص كل ما تذكرته تذكرت كل الأمور اللي تخليني أبتسم. لازم تكون متعلقة بيوم كل تفاصيل هذا اليوم كانت حلوة، كان في لها روح، وأنا إذا كنت أبي أرجع لهالإحساس مرة ثانية أرد أسمع نفس الأغنية. يمكن البعض يقول لك علشان أحس أن الأغنية قاعدة تعطيني طاقة إيجابية أبي أربطها بإنسان أحبه وايد، وفي ناس يقولوا لك لا، إذا أبي الأغنية تعطيني طاقة إيجابية أبي أربطها في نفسي في ذاتي، إنها تقويني، إنها تعطيني، إنها وإنها وإنها إلى آخره. تختلف الآراء وايد، ناس كل واحد منهم يقول اللي في باله، بس أنا بقول لكم الصج هالمرة وشي بيني وبينكم. الأغنية اللي بالنسبة لي تعطيني طاقة إيجابية هي اللي كلماتها تذكرني بإحساس عشته، وإحساس وايد حلو، وأكون عايشة مع إنسان أحلى وأحلى. هذه الأغنية لأنا لما نسمعها ضروري ولا محالة تخليني أبتسم، والله العظيم إنه أنا قاعد أسولف لكم عنها قاعد أبتسم، لأن هذه الأغنية تكون في مرحلة مختلفة عن أي أغنية ثانية أنا أسمعها. أحس أنها تمدني بإحساس وقوة وطاقة. تعرفون الأغنية اللي ممكن أنها تحاوطك حب، بس بمجرد ما أن أنت سمعتها تذكرت كل شيء حلو. ليش؟ لأن بكل بساطة إحنا من كثر الناس اللي صاروا قدامنا ويه ورانا ويه صرنا ما ندري من الناس اللي يحبوننا جد ويحبوننا بصدق ويحبوننا بنية صافية. فلما نلاقي هالنوادر من الناس اللي يحبوننا بنية صافية ويعدوننا من أقرب الناس على قلبهم، فأي شيء يذكرني فيهم أعتبره طاقة إيجابية. أغنية، عطر، لون، شكل، مكان، كلمة، وإلى آخره. هذه الأغنية هي بالضبط اللي قالوا عنها القلوب شواهد، لأن لما سمعتها ما كنت أدري أن الطرف الثاني، خلنا نسميه المسبب للطاقة الإيجابية بالنسبة لي، أوكي، ما كنت أدري أن هذا المسبب أوردي كان سامع الأغنية وحابها من الأساس. فأنا لما نيت سمعت الأغنية سمعتها وتفاعلت معها بطريقة جدا عفوية، اكتشفت أن لا، القلوب شواهد، لأن مثل ما أنا حبيتها الأغنية هذه اكتشفت أن الشخص نفسه كان قاعد يسمعها وأثرت فيه مثل ما أثرت عليك. صارت الأغنية لها عدة أسباب إيجابية بالنسبة لي. أحنا يا جماعة صرنا نبحث عن أي شيء ممكن يخلينا نبتسم ابتسامة صادقة من القلب، فما بالكم لو لقينا هذا الشيء موجود بين يدينا. كل ما احتاجنا نبتسم عدل طقينا بلاي وسمعنا هذه الأغنية وسمحنا لها أن هي تأخذنا إلى آخر مدى بالكون. فعزيزي، أنت مسبب الطاقة الإيجابية اللي خليت هذه الأغنية تكون حلوة، أو الموقف اللي عشته معاك وهو اللي خلى هذه الأغنية تحلى بعيني، أو العطر اللي ذكرني فيك وهو اللي ذكرني بأن كل نغمة موسيقية موجودة بهذه الأغنية لازم ولا بد ومن الضرورة أنها تأخذني من الواقع إلى مكان مختلف تماما، أكون فيه مرتاح البال، ما يهمني لا قيل ولا قال، ولا يهمني منو قعد منو راح وغيره وغيره، يهمني بس أني قادر ألتقي معاك بذكرة، قادر ألتقي معاك بإحساس، قادر ألتقي معاك بغنية، على الرغم من الظروف اللي بعض الأحيان تخليك أنت مشغول وأنا مشغول والدنيا تأخذنا لأن الدنيا تلاهي، إلا أني في كل مرة أحتاج أمد نفسي بطاقة إيجابية تأتيني منك ومن ابتسامتك ومن قربك اللي أنا محسود عليه. بس أسمع هذه الأغنية، صورت الأغنية بأنها هي وسيلة للتنفيس عن الطاقة الإيجابية اللي أنا أحتاجها في يومي. أسمعها في كل مرة أحاول أني أنا أرفع نفسي إلى مستوى أفضل وأحاول أني أنا أبتسم ابتسامة صادقة، لربما لصورة ولا ربما لذكرى. فيا مسبب الطاقة الإيجابية بالنسبة لي، شكرا لك، لأنك أهديتني بدال الأغنية أغاني، وهديتني بدال الإحساس آلاف، وهديتني بدال الذكرى ملايين، وهديتني بدال الموقف مواقف وايد تشهد لك وتشهد لي. بس تصدق هذا كله بكم وغنية واحدة بكم هي اللي دايما تذكرني فيك، وهي تسبب لي أكبر نوع من أنواع الطاقة الإيجابية وتخليني مختلف تماما. هذه الأغنية انزلت في عام 2002، يعني قبل 14 سنة من اليوم. ما أقول أني أنا من ذيك السنة كانت مسببة للطاقة الإيجابية لي، هي توها بدأت تصير مسببة للطاقة الإيجابية لي. ما أنكر أن الأغنية أغنية ناجحة، بس هي ناجحة شيء وهي تفوز في أنها تحرك كل مشاعري شيء ثاني. يمكن لأن الأغنية من بين كلماتها مقطع يقول يا غير الناس وأحلاهم أنا كلي فدا عيونك، وقمة فرحتي لما ينادوني بمجنونك. قمة الطاقة الإيجابية بالنسبة لي
لما ينادوني أقرب إنسان لقلبك بغض النظر عن الجنون، فهو في القرب إليك وارد ومو بعيد.